سلام من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية إلى أهل الغرافة مع الشعار الغرباوي الهبود الهبود. يا سلام يا سلام، الله يا الهبود الله يا الهبود، بدون أي تعليمات. والشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الداني يسيطر على المركزين الأول والثاني. يا سلام، انتظرني هذه البكرة مستقبل زاهر يا المدهوشي. سلام سلام لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وأيضا تهانينا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني الحاضر والمتابع لهذا السباق لحظات الوصول. سلام الغرافة، سلام على الفوز بالمركزين الأول. تهانينا تهانينا، سلاماتنا من هذا المكان إلى القرافة وعشاقها. يا سلام، هذا هو الحاصل، يحصل على هذا الناموس بدون أي تعليمات، كما فعلت أيضا أخته في العزبة أيها الإخوة الأفاضل، يفعل كما فعلت الهبود. يا سلام، هذا هو هذا هو الحاصل، يحصل على هذا الناموس ويحصل على هذا المستوى بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. نهني سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، كما نهني سالم بن عامر المدهوشي على انتزاع الحاصل بالمركز الأول والمركز الثاني. علي بن فراج، ولكن وصلت وحيشة، وصل الخطر مع وحيشة. وحيشة صاحبة أيضا هذا الشعار، صاحب إنجاز في الشوطين الماضيين، ينطلق مع هذه اللحظة مع وحيشة، ولكن المقدمة المقدمة وحيشة عايدة ملكيتها لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. سالم المدهوشي في المتابعة والتضمير، ولكن شعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد الخليفة الثاني يندفع مع الظبي، يندفع ليعلن أن هذا الشعار هو الفائز بهذا الشوط مع وصول الظبي إلى خط النهاية. مشاهدينا الأعزاء، إذن في هذه اللحظات سلام 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 عليكم يا أهالي الغرافة، يا أهالي الغرافة للمرة الثالثة في هذا الصباح، والأسد بدون أي تعليمات. يا سلام، يرقص على السماعة ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني هنا، هنا الزعيم لسعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني الوهيبي بن عبد الله الوهيبي. لكن إلى هذه اللحظات أوجه سلامنا والتحيات والاحترام والناموس مع شعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، يستحق الناموس الثالث في هذا الصباح. التهنئة لمضمر سالم بن عامر. سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مع المركز الأول ومع الأداء المميز ومع الأداء الجميل. إذا صبة مع المركز الأول، صبة مع هذه القيادة ومع هذه الانطلاقة بهذا العرض الجميل، ومن يقدم لنا صبة مع المركز الأول سالم بن عامر المدهوشي، من يقدم هذه الأسماء المميزة. ولكنني أرى طنيانة مع المركز الثاني مع الانطلاق، ولكن صبا سلام الغرافة، سلام مع انطلاق صبا ولحظة وصول إلى خط النهاية معلية الفوزي والناموس الثاني المراكز دنيانا. الشوط يغلي، اللحظات الأخيرة امداهم. يا سلام 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 غرفاوي، سلام لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، سلامي عليك يا المدهوشي. يا سلام، النقطة الخامسة سجلوها دونوها، يستاهل التحية. هذا هم داهم، يداهم الصدارة، ينقض أيها الأعزاء في آخر الأمتار على خط النهاية انقضاض قوي وخطير. وانتظروا مداهم في مستقبل الأيام، في مستقبل السباقات، في سن اللقاية. تهانينا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على هذا الفوز المستحق في هذا اليوم، والتهاني. سباق
الثامنه لسعاده الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني هي من تحتل المركز الثاني. ولكن ايها الاخوه الافاضل سلاماتنا وتحياتنا لمالك السكران سعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والنقطه السادسه على التوالي معنا في هذه الفتره الصباحيه ومع اول الاشواط ايها الاخوه المخصصه لفئات الحقائق سواء البكره والقعدان. كما نهني سالم بن عامر المدهوشي عصاها قوس ولم تتحرك مشاهدين الكرام. هذه السكرانة مشاهدين الأفاضل تحقق كما حققت أخواتها أيها الإخوة ولحظة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المركز. لهذا الاسم للزبارة لسعادة الشيخ سعود بن فهد الثاني. ولكن المقدمة يا سلام ريمة أصرت لبقاء هذا الشعار والله يحاول بن حبيبة يحاول حتى هذه اللحظة. يا سلام يا يلا يا بن حبيبة الزبارة على المركز الثاني. ولكن القيادة كما قادت الأشواط كما قاد هذا الشعار ستة أشواط يقود الشوط السابع ويحصل على الناموس. أهني داعم هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. أهني